السلام عليكم. حنا اخويا بقاو فينا هاد الولد بقى فينا بزاف، راه ولدنا هو ولد جيراننا ولكن راه بحال ولدنا، بقى فينا بزاف صراحه بقى فينا، والله يدير لهم تاويل الخير. وزعما على هادو اللي كيهضروا كيقول لك على السرقه وداك الشيء، هادشي راه ما كاينش، ما كنظنش انا 100% ما كاينه السرقه، لان امو مسكينه ما مخليه ما دايره عليه، راه ما قدرتش هضر مسكينه دابا راه مصدومه حالتها، مورا مخليه الجهده ما دايره عليه وخواتاتو. الواقعه وقعات، مخاصمه على اللي سمعنا، راه تخاصمو داكشي اللي قالت الاخت ديالو، راه تخاصمو وجات وقعت الواقعه، الله يعفو عليهم. زعما على الجيران ديالو اخلاقه طيبه، راه كبر حدانا وتزاد حدانا، كبر حداكم وتزاد حداكم، واخا واش عمرو مشد على السرقه هو ولا شي هان؟ لا غير بحال هكا على المخاصمه، السرقه عمرنا ما سمعنا السرقه. وحتى يكون سكران ماشي يجي حداكم؟ لا ابدا، هو سكران بعدا واحد الحاجه، واحد النقطه، هو سكران وكدوي معاه ولا كتخاصمي معاه ما كيهضرش، كنبغيو زعما نخاصمو عليه ولا شي حاجه ولا ما كيهزش فيك الراس، هو كيعيش مع امو مع اختو، واختو يلاه تزوجت حتى هي يلاه زادت عندها واحد البنيه، واش نقول لك راه من ساكن في واحد الحاله. الوالد ديالو يلاه توفى، كان عزيز عليه بزاف، زعما ما نقولش لك راه ما في واحد الحاله لا يرسلها، لا هو لا دوك الدراري الاخرين تما اللي تشدوا، راه والديهم راه كتابت عليهم، راه ماشي شي دراري زعما نقول لك مجرمين ولا كيحيحوا في الدار. انا ما نقدر من هكاك، انا ما نقدرش نهضر، لان انا عندي ولادي ولا كتاب عليهم، راه هادشي الجيران ما نكذبش عليك كيتأسوا ليهم كل. ما الواقع ديال مع السينيغالي ما طراتش هنا؟ لا ما كايناش هنا في الدرب ديالنا، حنا في البلوك 8 وهما في البلوك 4 فين وقعت الواقعة، واللي قال لك حضر ما حضر حتى واحد الا الدار ديالهم اللي جا الدري سمعناه جا كيغوت، امو تبعاته كتغوت، هنا هضرنا راك عارف حي الشعبي، كنا طلينا من الشراجم هبطنا، ملي هبطنا رجعت الام ديالو سمعنا راه الروح، هو قالوا راه ما كاينش القتيل ذاك الساعه، قالوا ما كاينش القتيل، راه الدري داس ولومبيلونس راه حي، صار الصباح سمعنا القتيل، والاخت ديالو هي اللي سلمات والشرطه، وراه رجال الامن كلهم زعما تعاونوا معاهم مع الاخت ديالو والام ديالو، تعاونوا معاهم اللي كامل هما غاديين جايين، لان انا الوالده عندي كدير دياليز، انا هبطت مع الربعة الصباح بقيت في الزنقه كنتسنى لومبيلونس، حضرنا لكل شيء. شكرا. والله يدير لي تاويل الخير للدراري كاملين، وهذاك السي اللي قال لي الله يرحمه داك الشيء اللي دار لي الله. اول حاجه السلام عليكم، انا راجل اخت محمد فخري المتهم، انا عاودك التفاصيل كامل ديالك فهمتي، حنا كنا مع ديك القايشه ديال الربعه، كنا هنا في الدار، كنا انا وهاد الاخ هذا، قال لي يلاه نمشيو للحمام، قلت له سير عيط لسي محمد، قال لي يلاه معنا الحمام، قلت له صافي عيط ليه، جا واحد الدري سميتو صلاح العلاق، عيط ليه من الدار قال لي هبط عندي، هبط عندو، قلت له مالك سي محمد شنو بغا يبغي، قال لي يلاه نمشي نجيبو الشراب، قلت له لا يلاه معنا الحمام، بقى على ديك الدري صلاح قال لي يلاه 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 نجيبو الشراب، عكس ليه لي صافي سير نلحق عليكم، صافي مشينا حنايا، جيت مع ديك القاشة ديال السبعة، جيت دخلت هنا لقيتو تيشرب هو هنايا، لقيتو تيشرب هو هنايا مريحين، دخلت ريحت معاهم شوية، داك العلاء قال لي نوض يلا مشيو سي محمد، قال لي لا خليتها نكملو داك الشيء، قال لي لا يلا صاحبي يلا نهبطو، قال لي صافي يلا نهبطو، هبطو شوية تمو غاديين، حتى تنسمع داك صلاح هاد الشويطة فهمتي، بدا يزين واحد الزنقة، واش حاط واحد الدري. شحال الدري الصغير يعني ما كانوا قالتين ما والو ديزي ديزي، شحال هذاك الدري الصغير، شحال هذاك الدري الصغير ناض واحد العزي غليظ، شنقف هذاك صلاح ناض، جا راجل اختي جا نسيب ديالي بغا يفكو، بغا يفكو وين ناض هذاك العزي، دفع سي محمد راهو كروشين لفمو، هذا بغا يفك سي محمد، بغا يفك ناض العزي هز سي محمد ضربو مع الارض، سي محمد ما تسرطاتش ليه، جا هنايا ديال الدار، جا الدار دق علينا كامل دمايات، قلنا لي مالك، قال لنا واحد عزي ضربني، ما درت ليه والو ضربني، هز موس من هنايا فهمتي، تم غادي تيجري فهمتي، تيقلب على داك هاد الموس كيدير الحجم ديالو كاسه صغيره ديال الخضره فهمتي، تم غادي تيجري هو داك صلاح، هز الاخر بشويطه تم غادي دخل شي دار، قال لك سمعت انا ما اظنش هذاك العزي اللي مدار معاه هرب فهمتي، هذا ديما جا في الطريق فهمتي، بحال جاي يفك فهمتي، جا في الطريق
قال لك ناقصو جا في الدراهم صافي. هي هذيك جات من صحابوش ومن صحابوش مات جا للدار هنايا باش هنايا وقال لي واش مات؟ قلت لي ما عرفتش. فهمت؟ قلنا بلاش نهبطو نشوف. هادشي من الاخر هذاك خلاصة القول هذاك الدري هو سبب المشاكل. هادي تيقولوا لي صراحة حيت هو اللي جا عيط لي هنا في الدار قال لي يلا نجيبو الشراب. فهمتي؟ هو اللي شحط هذاك الدري. فهمتي؟ هاد صلاح هاد صلاح مشدود معاه دعم هادو مشدود معاه الحد. التهمة اللي مجاني والسكر العلني ولا مشاركة في داري لي المشاركة مشاركة الجريمة حيت هو اللي نوض تسبب هاد المشاكل كاملة. فهمتي؟ انا ما كذب عليك ما ولا 8 شهور معاهم 8 شهور انا هنايا. فهمتي؟ معاهم عمر شفت من داك الدري جرام ديال العيب هاد السي محمد فخر السيبي عمر شفت درويش. فهمتي؟ عمر معدي ما والو. فهمتي؟ بغا يدي تليفون شي واحد. فهمتي؟ هذيك الهضره ما كايناش. هذيك الهضره ما كايناش. هي اصلا موس الدار خدامه. فهمتي؟ واختو خدامه باش يعطيو باش ما يبغيش شي شي شفر. ودار قال لك قال لك مشى قتل قبل التليفون بغا يدي التليفون. شو ما يكذبوا على السيد اصلا الدار عنده 7 سنين يكون عنده تليفون.